نبدا تقول لك تعطيه كلمه ترويجيه. انا معايا مداخله تليفونيه زي ما قلت لحضرتك. المره دي بقى كمين من الجمهور معايا يا شمس. مع حضرتك يا استاذتنا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. كابتن حسام عبد المنعم اللاعب المحترم حبيبي ربنا يبارك فيك. شخصيه محترمه جوه الملعب وخارج الملعب. متخافش عنك. أنا كمشجع قاعد بتفرج على حضرتك فكرتني بزمن جيل جميل، جيل النجوم. زمن في كابتن حسام عبد المنعم، كابتن مدحت عبد الهادي، كابتن بشير التابعي، كابتن خالد الغندور في وفاء أيامه، وكابتن حازم إمام، ونجوم كتيرة موجودة. العامل المشترك اللي موجود في كل النجوم المحترمة اللي اتذكرت واللي ما اتذكرش اسمها هو عامل انتماء وعشق النادي الزمالك. نعم. عامل انتماء وعشق بعيد عن المادة. عامل انتماء بعيد عن الشهرة. احنا بنحب الكيان، احنا بنحب المكان. حبنا للمكان وللكيان وكرامتنا الشخصية وشخصيتنا احنا كرجال في الملعب. 11 راجل لابسين 11 تيشيرت طاهر. كلامك امتعني عن ذكريات جميلة للعيبة كبيرة في جيل عظيم. تحياتي لكم كجمهور. بس سؤال بسأل حضرتك فيه. اتفضل. فين ولاد نادي الزمالك حاليا من اللي بيحصل داخل اركان نادي الزمالك؟ تمام. فين رموزنا؟ كلنا مقتنعين يا كابتن حسام وكلنا مقتنعين يا استاذه سلمى ان نادي الزمالك العظيم بكل القطاع بجماهيره العظيمه في كل بقاع الارض عارفين ان الحدث اللي حصل الا وهو قرار متاخد من جهه حكوميه كان على اساسه تم حل مجلس منتخب شمس. سواء كان القرار صائب او غير صائب فهو قرار قانوني لان احنا دوله مؤسسات. نعم. شمس اين رموز نادي الزمالك مما يحدث داخل اركان نادي الزمالك؟ شمس. فين اولاد نادي الزمالك من تمام. اللي بيحصل جوه دلوقتي؟ تمام. احنا خدنا السؤال منك يا شمس بس عشان خاطر احنا قدامنا دقيقتين ثلاثة بالظبط، يعني رد سريع على بشكرك يا شمس طبعا على المداخله. طبعاً رد سريع على سؤال شمس. بصي. اين رموز نادي الزمالك من اللي بيحصل داخل الزمالك؟ بص انا بشكرك طبعا على المداخله الجميله ديت وكمين جميل يعني في ايام مفترجه وايام حلوه. ربنا يخليك نورتنا. ربنا يبارك في عمرك. بصي هو انا عن نفسي انا عشان بعيد عن النادي مش انا طبعا مش بعيد عن النادي انما جوايا حاجه ثانيه خالص. كان انا اكون موجود. بس انا قلبي موجود. لا ده حاجه ثانيه. ما انا قلت لك في اكتر من مكان قلت لو قالوا لي تعالى في النادي همسح ما فيش مشكله عندي. اي حاجه انا هطلبها هيطلبوها مني انا بس المشكله ان هم ما فيش حد بينقي العناصر اللي هي بتخاف على الكيان او بتحب الكيان. كلنا نجوم وفي ناس كتير بس للاسف ما يعني انا لو هروح ممكن نروح واي حاجه ممكن يطلبوها مننا نروح بس للاسف الشديد احنا علاقاتنا بعيده عن اللي موجود بس كلامنا وقريبين جدا من الكيان يعني. نتمنى التوفيق ان شاء الله. طب انا اخر سؤال بقى هختم بيك كمين كده عشان ايه نقوم نمشي كده واحنا الحمد لله ننصب الكمين بتاعنا ونمشي بقى من هنا. في خبر كده بيقول ان حضرتك متجوز اربعه. لا هم متجوز اربعه طبعا. متجوز اربعه ده حقيقه يعني. انا متجوز عندي ام احمد وعندي ام ليالي وعندي ليالي وعندي بسمله. ما شاء الله يعني ربنا يخليهم لك ونورتنا واسعدتنا وسعداء بوجودك معانا على قناه. ربنا يخليك ويعزك وبالتوفيق دايما وربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك واحنا متابعينك. ربنا يخليك. شكرا لكابتن حسام. شكرا لكل المشاهدين. شكرا لكل مشاهدين قناه الحدث في كل مكان. يا رب نكون كنا خفاف عليكم. مستنونا في حلقه جديده.